متتبعي قناتي الأوفياء، السلام عليكم. جمعة مباركة، مرحبا بكم عندنا في الوعدة ديال العين بن مطهر. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الإخوان في واحد النقل ديال الافتتاح ديال الوعدة، وإن شاء الله نتمنى يعجبكم. وشكرا لكم، وخليكم معنا إخواني وأخواتي. يخرجونهم من الظلمات إلى النور، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والخيل والحمير والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له